مرحب بكم. أذكركم مدرسة إنسان الله أو إنسان الكامل الخميس، مش بكرة، اللي وراه، اللي عايز يحجز مع مدام سوسو نعمة. وأذكركم يوم احتفال رأس السنة يوم 16 الجمعة 16 ديسمبر، بكرة 1 ديسمبر، فإحنا في آخر شهر، محتاجين تصلوا كده إن آخر شهر تكون تختموا سنة بقوة. الرب بيبقى عايز يتكلم كتير، بيبقى عايز يكلمك، مش بيبقى عايز يكلمك في احتفال رأس السنة بس، بيبقى عايز يكلمك ليك مع نهاية أيام سنة. فالرب يبقى قريب، فميل ودانك، كاني ما عايز أجي أسأل كل حد هنا إيه أخبار قعدتك معاه، إيه أخبار قعدتك مع الكتاب؟ فاكرها؟ فاكر أيام زمان محبتك الأولى؟ فاكر القعدة مع الكتاب كده على حجرك وتقعد تقرأ؟ البعض نسي، في الأغلب البعض نسي إنه يقعد شوية، البعض أخذ على الوجبات السريعة. ده وقته، ده وقته قوي، ده وقته جدا. روح القدس عايز يحضن قلبك في أوقات زي كده، عايز يحضن قلبك وانت قاعد معاه. روح القدس مش بيتفرج عليك، روح القدس في داخلك وعايز يحضن قلبك ويلبس قلبك قوة وتكريس وإبصار ورؤى وتشجيع. ما تخليش الشهر اللي فاضل يعدي بدون ما ترجع للحتة دي، المكان الشخصي السري. لو انت مش شاعر كده في بعض، يمكن مش انتوا، يمكن اللي بيسمعوا بس، فشاعر البعض اخذ على الوجبات السريعة واخذ على الشاشة. يعني ايه الشاشة؟ يعني لازم يبقى قدامه شاشة، يبقى قدامه تليفون، قدامه تلفزيون، قدامه تاب، كنت بدور على كلمة أقولها، قدامه كمبيوتر، لكن قدامه صفحة كده ويقعد قدامها شويتين. ما ده جزء من الحاصل في هذا الزمن، ولازم ترجع مرة تاني لحلاوة الكتاب، حلاوة انك تقعد مش قدام شاشة، تقعد قدام وجهه، حلاوة انك تقعد قدام صوته. الشاشة بتملى ذهنك بأيا كان نوع الشاشة، كان التليفون أو أيا كان، الشاشة بتعمل جذب وشد لطاقاتك النفسية، فطاقاتك الروحية ما تبقاش في وضع استقبال. ممكن تبقى في وضع استقبال، بس ما بتبقاش في وضع استقبال كما لو كان ما فيش شاشة قدامك. وجود الشاشة بيجذب طاقاتك النفسية، تركيزك النفسي. غياب الشاشة بيجعل مساحة للروح انه يتواصل مع الرب الروح، لان الروح القدس عايز يحضن قلوب كتيرة مع نهاية السنة دي، يطمنها، يكلمها، يمسحها، يطلقها ويطلق حاجات كتيرة فيها. في هذا الزمن انت محتاج تتلامس مع المحبة اللي رب عايز يسكبها على قلبك في هذا الزمن. عايزك تتلامس مع المحبة اللي رب يجدد فيها قلبك ونفسيتك ومشاعرك، ويجدد كلماته للزمن اللي جاي. خليني أقرأ لك آيات مشهورة، أرمية 31، آيات بنحبها، أكيد سمعتني بشارك عنها كتير قبل كده. أرمية 31 عدد 21: انصبي لنفسك صوة، اجعلي لنفسك أنصابا
اجعلي قلبك نحو السكة، اجعلي قلبك نحو الطريق التي ذهبتي فيها. ارجعي عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أرد سبيهم: يباركك الرب يا مسكن البر، يا أيها الجبل المقدس، فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا الفلاحون والذين يسرحون القطعان. لأني أرويت النفس المعيية، ملأت كل نفس زائبة. على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. أمين. شاهد مشهور، أرميا بيرى رؤية، والدليل أنه في الآخر بيقول على ذلك، على هذه الرؤية استيقظت ونظرت ولذ لي نومي. الكلمة اللي جوايا في الجزء ده، مش عارف هنكمل كل مشاركة فيها ولا هنخش الحاجة تاني، بس الكلمة اللي جوايا والموجودة في عدد 21: اجعل قلبك نحو الطريق التي ذهبت فيها. القلب بيتشتت، القلب بيتحمل، القلب بيتلفت يمين وشمال، وحاسس ان في دعوة كده لينا مع نهاية السنة ومع الزمن اللي جاي. لأن في نهاية السنة، في احتفال رأس السنة، الرب عايز يطلق حاجات كتيرة وعايز يكلمك على الزمن اللي جاي بصورة محددة. بس اجعل قلبك نحو السكة، الطريقة التي ذهبت فيها. حتى متى تطوفين؟ في قلوب بتحب الطوف. عارفين يعني ايه الطوف؟ طوفان، ده الدوران. طوفان هو البرية، طوفان هو الدوران. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ ليه؟ لأن رب يخلق حاجة مختلفة في الأرض. رب يخلق طول الوقت حاجات جديدة، بس رب في هذا الزمن بيخلق حاجات جديدة. لو أنت بتسمعني كتير هتحس تقولي أنا ده، أنت كل شوية تقول إن في الزمن ربنا بيعمل حاجة جديدة، لأنه فعلا طول الوقت رب بيعمل حاجة جديدة فعلا. احنا في الارض بننظر على الركود، ركود الارض، لكن احنا لو بتنظر في الروح بتدرك ان في حاجه، في اصوات طول الوقت جديده خارجه من السماء، في حركه سماويه، في صوت حركه سماويه شغال طول الوقت. رب عمال بيصنع امور. الرب مش في حاله رد فعل للظروف اللي هتحصل في السنين اللي جايه، الرب في حاله أفعال في كنيسته يؤثر بيها على كل حاجة إبليس عايز يعملها في الأزمان اللي جاية. الرب بينظر لكنيسته وبينظر لحضرتك ولحضرتك ويقول أنا رجائي فيك. أنت عارف كلكم سمعتوني بقول بالجملة دي قبل كده. رب إحنا بنقوله رب أنت اسمتنا، والرب يقول وأنتوا اسمتي على الأرض. رجاء الرب في الأرض هو في كنيسته، رجاء الرب في الأرض هو في حضرتك. أنت بتضع رجائك في الرب، ورب وضع رجاءه فيك لكي تؤثري في الأرض. هذا الحب المتبادل، هذا الرجاء المتبادل، هذه الثقة المتبادلة. تقول إزاي ربنا بيثق فينا؟ أقولك آه، هي نعمة. هو إدى الكنيسة لحداشر شخص في متى أو في مرقس 16، إدى الكنيسة لحداشر شخص شاكين فيه، بيوبخ قساوة قلوبهم وسلمهم الكنيسة. عارفين كده؟ في مرقس 11 التلاميذ كانوا 11، في مرقس 16 التلاميذ كانوا 11 شخص ظهر لهم يسوع، وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم وقال لهم أنا بديكوا الكنيسة. إيه اللي خلى يسوع عنده بيضع ثقته أو رجاؤه في أشخاص ضعاف زي الحداشر وزينا؟ هو الروح القدس.
لو الحداشر دول اتملوا بالروح القدس أنا بأثق فيهم. لو حضرتك مليان بالروح القدس على علاقة بالروح القدس، الروح الرب واضع ثقته ورجاءه فيك. لو أنت على علاقة مع الروح القدس الرب بيضع كل ثقته ورجاءه فيك، لأن بيسلم الأرض للكنيسة، سلم الكنيسة لحداشر وبيسلم الأرض للكنيسة. عنده رجاء في بيتك؟ آه عنده رجاء في بيتك. وعارف إيه رجاءه في بيتك أنت؟ وأنك أنت تطلق حضوره في هذا البيت. عنده رجاء في البلد؟ آه عارف إيه رجاءه في البلد؟ كنيسة هذه البلد. عنده رجاء في العالم؟ آه عنده رجاء في العالم. مجد رب يغطي وجه الأرض كما تغطي المياه البحر؟ نعم. عنده رجاء إن ده يحصل؟ نعم. إيه الرجاء بتاعه؟ كنيسته في الأرض. فالرب عايز يحضن قلبك، الرب عايزك، مش عايزك تدور. عنده أمور عايز يصنعها من أجل الأزمنة اللي جاية. وما ينفعش تعتمد على الوجبات السريعة، ما ينفعش تعتمد على أنك بتلقط، ما ينفعش. في حتة هامة ما بينك وما بينه بالروح القدس. الروح القدس بيرجع ياخد المحورية والمركزية في علاقتك معاه، لأن هويتك هي هوية الابن، فالابن بيبقى فيك. الروح القدس دايما بيستقر على الابن، ولو حضرتك ابن وحضرتك ابنة فالروح القدس بيستقر عليك، علشان انت اللي مستقر عليك الروح القدس كابن بتتراءى امام الاب. وهنا الثالوث بيتحرك بكل حرية، لان الابن ساكن فيك، فالروح القدس بيستقر عليك عشان تقف قدام الاب وتبقى صورة معمودية يسوع في نهر الأردن بتنطبق على حياتك كل مرة وانت واقف قدام الرب. مش بس وانت واقف قدام الرب، في حياتك الطبيعية محورية احتياجك للروح القدس ان يستقر طول الوقت. هو بيستقر على الابن، ولو الابن هو هويتك فهو بيستقر على هويتك، بيستقر على هويتك، على الابن فيك. واحتياجك للروح، لأن احتياجك للروح هو احتياج اليومي، هو مش هنتكلم عن احتياجك للروح القدس، بس الروح القدس هو اللي بيصرخ فيك يا آبا الآب، فعمال بيلمع يسوع فيك وعمال بيصرخ فيك. يعني بيصرخ فيك يا آبا الآب؟ الروح صارخ فينا يا آبا الآب، يشفع فينا يا آبا الآب. لم ننال روح العبودية لكن أخذنا روح التباني الذي به نصرخ يا آبا الآب. يعني إيه يصرخ؟ يعني بيعطش، يعني بيتحرك تجاه آبا الآب. روح القدس طول الوقت عمال بيحرك مياهك تجاه العرش طول الوقت. عارف امتى تكتشف ان الروح القدس، علاقتك مع الروح القدس بردت؟ اول ما تلاقي احشائك مش متحركة تجاه الآب. اعرف انك قعدت قدام الشاشة كتير قوي. انا النهاردة مستقصد الشاشة. وخليني ارجع اقولك، يعني بما يشمل كل حاجة فيها شاشة حتى التليفون، انك تقعد قدام الرب وترفع وجهك وقلبك للرب مباشرة. انا حاسس ان البعض غاب عنه ده، حاسس ان البعض غاب عنه انه يقضي وقته كده هو والرب، او يقضي وقته مع الكلمة هو والرب، يسكن قلبه. هو ده، ادخل الى مخدعك، هو ده المخدع. لان ما يحدث في الخفاء ما بينك وبين الاب يجازيك فيه، نتائجه بتبقى علانية في حياتك. فنتائج الخفاء تبقى علانية. لو دخلت في الحتة الخفية في المكان السري، المكان الخاص ما بينك وبين الرب، اجعلي قلبك، لأن القلب بيتحمل، القلب بيتملي دوشة. حد هنا قلبه ما بيتمليش دوشة؟ تبقى مش طبيعي. قلبنا بيتملي دوشة، عشان كده حضرتك وحضرتك وأنا بنحتاج ناخد قلبنا ونسكنه. لو القلب اتعود خلاص على اللهوجة، اتعود على العجلة، الدوران، السرعة، الوجبات السريعة من ربنا ومن الحياة ومن التركيز ومن العلاقات، كله 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 في اللهوجة. لو قلبك أخد على كده، ده بيؤدي إلى طوفان، بيؤدي إلى شجرة معرفة الخير والشر، بيؤدي إلى ده. اجعلي قلبك، انصبي لنفسك الصوة، اجعلي لنفسك أنصابا، علامات في الطريق، علامات في الطريق.
أنا محبتي أخبارها إيه؟ أنا قداستي أخبارها إيه؟ أنا رؤيتي أخبارها إيه؟ أنا قعدتي أخبارها إيه؟ هو دي الأنصاب والسوى. انصبي لنفسك سوى، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة الطريقة التي ذهبت فيها. ارجعي أيتها البنت، ارجعي إلى مدنك حتى متى تطوفين. وربي ينادي على قلوبنا أنها ترجع للمكان اللي فيه بيقدر يهمس فيه، بيقدر يهمس فيه. اخرجي لي، ليه؟ لأن في هذا المكان اللي بيقدر يهمس فيه لحياتك هو 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 قوة جديدة. هو خليني آيات بحبها ما بوعظش عنها كتير، بس بحبها في أرمية برضو. أرمية واحد، أرمية اتنين، أرمية اتنين 13: شعبي عمل شرين. خليني أقرأ من 11، آيات ما بقعدش عنها كتير بس بحبها جدا جدا، في خلوتي أنا بقعد أقرأها كتير. خليني أقرأ من 11: هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. أكمل في استقصادي للشاشة؟ لما العلاقة قلبك، إن قلبك يلتحم بحضوره هو اللي بيسكب المجد عليك. فإنك تقعد قدام شاشة حتى لو بتعمل حاجة، حتى لو قاعد قدام حاجة منظرها روحي، ما أعرفش عنك. أنا لما بقرأ، أنا بتكلم معاك أوكي، لما بقرأ كتاب مقدس في الإنجيل غير لما بقراه في التليفون، صح ولا أنا الغريب؟ طب ما أنتم موافقين أهو، ما أنتم كويسين أهو، مالكم؟ لما بقراه في الكتاب غير لما بقراه في التليفون، عارفين ليه؟ ما هو نفس كتاب مقدس، نفس الإصحاح. تقرأ أرمية في الإنجيل وتقرأ أرمية في التليفون تجد هو أرمية، بس لما تقراه في الكتاب في حاجة مختلفة. هو ده أنا بحكي عليه، لأنه لما تقراه في الكتاب أو تقراه في الكلمة بدون شاشة، الشاشة بتكتذب، بتستنزف قوة نفسية منك، لكن الكتاب بيطلق المساحة لمقابلتك مع المجد. شعبي قد بدل مجده بما لا ينفع. أنا اوعى تفهم من كلامي لما بقول لك ما تبصش في التليفون بتاعك، ولا ما تستعملش التليفون بتاعك، ما تستعملش الباد بتاعك ولا التاب بتاعك ولا الكمبيوتر، ما بقولكش كده خالص. بالعكس، انا بستخدم كل الحاجات دي، بس انا بتكلم على وقت خلوتك، بتكلم انه ده يبقى البديل، بتكلم ان تبقى حتى خلوتك قدام شاشه. استخدم الكمبيوتر، استخدم كل اللي انت عايز تستخدمه من شاشات، بس لما تيجي عند خلوتك قعدتك مع ربنا، من فضلك ما تضحكش على نفسك وتقول هاخدها قدام شاشة. أنا آسف. ليه؟ لأنه قلبك محتاج يتلامس مع المجد. لا تبدل مجدك بما لا ينفع. أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. مش بقول إن الشاشة غلط، هتفهمني؟ بس تحولت إلى وجبات سريعة، تحولت إلى استنزاف، تحولت إلى حفرة في رأيي. عشان بس أرجع وأكد تاني، أنا مش بقول لك ما تستعملش ولا حاجة، أنا بستعملهم كلهم، لكن أنا بحكي لما تيجي تاخد خلوتك قلبك من فضلك خليه يتعامل مباشرة بدون حاجة في النص، لا وسيط ولا شفيع ولا شاشة. دي تكملة في الآية، بين الله والناس، ماشي، ولا شاشة، بين الله والناس. بدلت، هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة؟ أما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع. أي حاجة بتقف في قلبك ما بينك وبين الرب، إبهاتي أيتها السماوات من هذا، قشعري، تحيري جدا، يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين. هي دي الآية، تركوني أنا ينبوع الماء الحية، لينقروا لنفسهم أبار. هم عايزين مية، بس راحوا أو بيطلبوها في حتة، أو لينقروا لنفسهم أبار. أبار مشققة لا تضبط ماء. الآية دي آية قوية، خلي بالك، ده بيكلم شعبه، مش بيكلم حد بيعبد أصنام، بيكلم شعبه.
ممكن يكون الشعب في الوقت ده بيعبد أصنام، بس أنا باخد الآية دي ليا. لما باخدها ليا، لما ربنا بيكلمني عنها بيكلمني ليا، مش بيكلمني عن أصنام، بيكلمني عن اهتمام، بيتكلمني عن قلبي لما يهتم ويحاول يشرب مية من أبار مشققة، برغم أني ممكن قلبي يخش في حتة عميقة والروح القدس يقوم حاضن قلبي ويفجر في قلبي أنهار. ببقى عطشان ودور على مية في أبار مشققة لا تضبط ماء. أي حتة تانية غير مخدعك هي أبار مشققة لا تضبط ماء. أي حتة تانية غير إن قلبك يخش ويلتحم بحضور ربنا هي أبار مشققة لا تضبط ماء. لو الاجتماع ده مش بياخد قلبك للحتة دي يبقى هذا الاجتماع أبار مشققة لا تضبط ماء. لو الكلام اللي أنا بقوله لك ده مش بياخد قلبك للحتة دي يبقى ملوش لازمة، يبقى معرفة خير وشر. لكن القصة كلها، كل خدمة، كل مشاركة، كل عبادة، كل ترنيمة، كل موسيقى يجب أن تأتي بقلبك وبحواسك كلها لحضن الآب، والروح القدس يقوم واخد حاضن قلبك ويقوم رفعه ومقدمه قدام الآب، لأنه هو ده شغل الروح القدس، بيصرخ بياخد كل حتة فيك عشان يحركها ويقول آبا الآب. أن الروح القدس بيأتي على الابن الهوية بتاعتك ويقوم مستقر عليه عشان ياخده ويقدمه قدام الآب. وهذه الحركة في الثالوث، هذه الحركة في الله الكامل، هذه الحركة هي اللي بتطلع فينا كل مية حية. تركوني أنا ينبوع المياه الحية وحفروا نفسهم لينقروا نفسهم أبار، أبار مشققة لا تضبط ماء. وكل شوية أنا بكلمك عن، أنا بشهد دي شهادة شخصية، أوكي؟ أنا بكلمك عن كل شوية برجع للآية دي ورب يقول دي ما كانش ليها لازمة يا نادي، دي أبار مشققة لا تضبط ماء في يومك، دي أبار مشققة لا تضبط ماء في حياتك. وكل شوية لكل شوية الرب لازم يرفع مستوى القداسة في حياتنا. اللي هو أنت عايز، أنتوا عارفين إحنا في سلسلة، مش كده؟ في سلسلة النضوج والامتلاك. كل امتلاك مربوط بالنضوج، وكل نضوج وامتلاك مربوط برفع مستوى القداسة، وكل رفع مستوى القداسة مربوط ان انه 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 بترمي حتة، بترمي حاجة، مش بترمي حاجة غلط بالضرورة، بس حاجة ملهاش لازمة، آبار فيها مية بس لا تضبط ماء. بترمي حاجة ملهاش لازمة، ما بقت بتشتتك. حتى متى تطوفين ايتها البنت، حطي قلبك نحو السكه، اجعلي انصبي انصابا، اجعلي صوى علشان علامات في الطريق، عشان تتست الطريق. ايه الاخبار؟ ايه اخبار تعلقي بالنعمه؟ هل النعمه بقت كلمه بتتقال؟ عارفين نعمه نعمه نعمه؟ تعرفوا حد بيقول نعمه؟ انتوا بتقولوا نعمه نعمه نعمه، اوكي. ايه اخبار هذا التعبير؟ بقى كلمه بتتقال ولا بقى قوة نزلة كل مرة بتقولها؟ ما هي القصة كلها. هو فاكرين لما بولس قال لكورنثوس أنا لحاجلكم لكي أعرف لا كلام هؤلاء بل قوتهم. أنت محتاج تعمل تيست، اجعل نفسك انصوب لنفسك صوة، اجعل نفسك أنصابا، يعني علامات في الطريق، عشان تعرف هو اللي بيتقال ده كلام ولا قوة، اللي بيحصل في حياتي ده كلام ولا قوة. ايه أخبار النعمة؟ ايه أخبار القداسة؟ ايه أخبار التقدم؟ ايه أخبار العطش؟ ايه أخبار آبا الآب؟ آخر مرة كلمت روح القدس مباشرة يا روح الله كان إمتى؟ آخر مرة ما كانش ما بينك وما بين الآب، آبا الآب، وسيط أو شفيع أو شاشة، كان إمتى؟ آخر مرة قعدت في كتاب مقدس والكلام جرك، أو الكلمة جرتك لألف ذراع وألف ذراع وألف ذراع. ما هو عبرني ألف ذراع، ده كان خلوة عبرك في أعماق أكتر في الكلمة، أعماق أكتر في الكلمة، أعماق أكتر في الكلمة، لغاية لما اسمها إيه؟ قولك تشهلق أي حاجة كده. أرالك الآل وراها. أنت لازم تحب الكلمة. حتى أرمية، سفر أرمية، عبد إسرائيل أو مولود البيت، هو سؤالي جنة، سؤالي ده ابن ولا عبد؟
عبد إسرائيل أو مولود البيت؟ هو ده السؤال، بيسأل سؤال، ده أحد علامات الطريق. عبد أم مولود البيت؟ مولود البيت يعني ابن. ولو هو مولود البيت لماذا صار غنيمة؟ ما ينفعش الابن، ما ينفعش يبقى غنيمة، ما ينفعش يبقى غنيمة للظروف، غنيمة لإبليس، غنيمة الخوف، غنيمة، ما ينفعش يبقى غنيمة. عبد إسرائيل أو مولود البيت هو، لماذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأشبال. عارفين كل ده؟ ده إيه؟ دي نتائج شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية ونقروا لنفسهم أبار مشققة لتضبط ماء. فكين عارف الآية دي بالنسبة لي أنا المقارنة بتاعتها في العهد الجديد، يوحنا 5. أنتوا كويسين؟ يوحنا 5، أنتوا طيبين أوي. يوحنا 5 عدد 39، ده اللي يسوع. أنا بالنسبة لي أرميا 2 دي هي يوحنا 5 بالنسبة لي. فتشوا الكتب لأنكم، أو تفتشون الكتب الحية، لأن هو ما كانش بيقول لهم فتشوا، ما كانش بيأمرهم، والترجمة دي موجودة تحت. تفتشون الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتون إلي لتكون لكم حياة. تركوني أنا ينبوع الماء حياة ونقر نفسهم أبار مشققة لتضبط ماء. هنا بقى بيقول لك الأبار مشقر تضبط ماء، ده إنك عمال بتبص على كتب ومش بتيجي، الكتب مش بتاخدك ليه. هو ده اللي بيقوله الآية دي مهم. تفتشون الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. أنت ممكن تعرفوا حد ما بيعملش في حياته روحية غيره نسمع وعظات؟ بحاول أنقي كلامي. لو العظات لا تؤدي إلى وقت عميق مع الكلمة، العظات دي ملهاش لازمة. المعرفة تنفخ. آخر وعظة قالها خادم، وهتطلع من وعظة لوعظة ومن خادم لخادم. معظم اللي حياتهم كلها وعظات أو يعني أوكي بلاش. سمار الروح كويسة منها تعفف. ما تقولش كلام. ضبط النفس. فمهم جدا، لأنه لأنه لأن بقابل ناس بيسمعوا وعظ طيارات مختلفة ومبسوطين خالص. حبيبي انت بتفكر انت حقيقي بتسمع اللي انت بتسمعه؟ ولو انت بتسمع اللي انت بتسمعه انت بتعمل بيه حاجة؟ لانك لو هتعمل بيه حاجة هتليهم عكس بعض خالص خالص. ف ده بعد ضبط النفس الجملة اللي فاتت دي. فرجوعا مرة تاني، لازم 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 كل حاجة روحية بتعملها لازم تؤدي في الآخر إلى علاقة قلبية، إلى مخدع، إلى مكان سري ما بينك وما بينه. والقصة كلها حتى الكتب، تفتشون الكتب لأنكم تظنون، صدقني هي دي الترجمة المظبوطة ومكتوبة تحت في تحت إنجيل الشواهد. يسوع ما كانش بيقول فتشوا الكتب عشان يطلع في الآخر يطلعوا سلسلة اسمها فتشوا الكتب، بالعكس. بالعكس الآية تفتشون، الآية سلبية، تفتشون الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي. تركوني أنا ينبوع المياه الحية وذهبوا ونقروا نفسهم أبار مشققة لتضبط ماء. أنا بالنسبة لي الآيتين دول متوازيين، هو نفس الكلام. الرب عايز قلبك، عايز يحضن قلبك، حاطط كل رجاءه على قلبك، بيحب قلبك جدا، عشان كده بيبقى قلبه بيأكله على قلبك. لما قلبك يتشتت ويتعب ويتحمل هو يا ابني أعطيني قلبك. القصة كلها في قلبك وهم قلبك وأحمال قلبك وتشتيت قلبك، عشان كده عايز يحتضن قلبك عشان ما تبقاش محمل. عشان كده مثل الزارع، لأن القصة كلها في القلب، البذرة بتقع في القلب.
القلب المحمل بالشوك، القلب المحمل بالحجارة، والقلب الجيد اللي بيستقبل الكلمة ويطلع 30 و60 و100. وربنا ما عندوش مشكلة وقلبك بيطلع 30، ما عندوش مشكلة، حلو جدا، ده قلب صالح. ازاي ده المفروض يطلع 100؟ مش القصة مش ما فيهاش إدانة، القصة انه عايز يحتضن هذا القلب ويطلع منه كل حجر وكل شوك بيؤدي إلى أحمال في قلبك. حتى متى تطوفين؟ اجعلي قلبك نحو السكة. سفر يشوع. أنا عايز أشجعك أنه الروح القدس عايز يحضن قلبك ويحمل قلبك للأزمنة اللي جاية بسلطان، ويحمل قلبك للأزمنة اللي جاية براحة، ويحمل قلبك للأزمنة اللي جاية. عارفين أن قلبك هو ألواح الشريعة في العهد الجديد؟ قلبك هو ألواح الشريعة في العهد الجديد. قلبك هو المكان اللي رب بصباعه بيكتب صوته، زي بصباعه كتب في لوحي الشريعة في العهد القديم. في العهد الجديد بيشيل الألواح الحجرية وبيحط ألواح لحمية في قلبهم. قلبك هو ألواح الشريعة في العهد الجديد، والرب بصباعه عايز يكتب في قلبك الهادي، قلبك الساكن، قلبك اللي في المخدع، قلبك اللي ما فيش شفيع ما بينه وما بينه، عايز يكتب بصوابعه في قلبك كل وعود وكل مؤامرة إلهية وكل صورة إلهية وكل خطة إلهية وكل مقاصد وأزمنة جاية، عايز يكتبها في قلبك، في ألواح قلبك في الزمن اللي جاي. رب عايز يحتضن قلبك، روح القدس عايز يحتضن قلبك ده ويبرقه ويشيل من عليه كل تكلس وكل حجارة وكل شوك دخل فيه، كل دوشة 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 وذهن رايح يمين وشمال، أفكار قلبي لتكون فاكرين أفكار قلبي، ويوم واخد قلبك ده ويبتدي يكتب فيه، لأن التاب بتاع ربنا هو قلبك. اوكي، بحاول اكون يعني فالشاشه بتاعت ربنا هي قلبك اللي عايز يكتب عليها، عايز يكتب عليها الواح قلوبكم اللحميه. سفر يشوع صح 3. بكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم. احنا في سلسله نضوج وامتلاك، احنا داخلين على اراضي جايه. شكلك وشكل خدمتك، شكل صلواتك، شكل السلطان، شكل الكنيسة بحسب عيني الرب أعلنوا في الكتاب المقدس، بنقوله في بعض أحيان تعودنا عليه، لكن جاء الوقت أنك تصدق كلمة الرب. شكل الكنيسة يجب أن يكون مرهب في الزمن اللي جاي. احد التعبيرات عن الكنيسه مرهبه كجيش بألويه. شكل الكنيسه يجب ان يكون مرهب، يجب ان يكون مرهب، مفيش بديل غير ان شكل الكنيسه يكون مرهب، مرهبه كجيش بألويه. ايه اللي بيخلي شكل الكنيسه مرهب؟ هو الحضور، هو النور، هو اللمعان، ان هيئه يسوع بتتغير. انا كده بوعظ الوعظه الاولانيه في يوم نهاية السنة. شكل الكنيسة يجب أن يكون مرهب. فالرب واخد الكنيسة لهذا الشكل، رب واخد الكنيسة لهذه الصورة، مليانة بهاء، مليانة نور، جلد الوجه يلمع. عشان كده مفيش بديل إن غير إن قلبك يبقى موجود في المكان ده. اللي عايز يكتب، لما بيكتب هو ده اللي خلى وجه موسى يلمع. لما رب بيكتب في ألواح حياتك بتلمع، بتبقى مرهب. كانوا بيخافوا ينظروا لموسى. اللي يخلي الكنيسة مرهبة كجيش بألوية إنها بتدي مساحة في قلبها، إن رب يكتب في قلبها فبتتغير هيئتها.
بكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى الأردن هو وكل بني إسرائيل وباتوا هناك قبل أن عبروا. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة أمروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللويين حاملين إياه فارتحلوا من أمامكم من أماكنكم وسيروا وراءه لكن ليكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لن تعبروا هذا الطريق من قبل. قال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. هذا الشاهد مناسب جدا للوقت ده في حياتك. هذا الشاهد شاهد نبوي جدا ومناسب جدا لهذا الزمن في حياة الكنيسة في مصر. مقاصد الرب دايما عبور. مقاصد الرب دايما عبور. الرب لما اختار يمكن بعضكم سمعني بقالي فترة ما قلتش بس أنا قلتها كذا مرة فترات قبل كده. لما الرب اختار إبراهيم وما فيش حاجة واضحة تقول ليه الرب اختار إبراهيم. الرب من وسط الكرة الأرضية كلها في تكوين 12 أم نده إبراهيم من أور الكلدانيين. طب اشمعنى إبرام من أور الكلدانيين؟ ما فيش أي سبب واضح في كتاب مقدس يقول، لكن في حاجتين يعلمونا. أول حاجة أنها نعمة لأن إبرام ما فيش حاجة معينة تخليه يختار، رب يختار بالنعمة. بس تاني حاجة كان يجب أن يختار الرب من 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 نسل واحد معين اسمه عابر، لأن عابر كان يسكن الخيام. الرب كان لازم يختار واحد من هذا النسل. ليه؟ لأنه عايز ياخده برحلة، لأن عابر أو العبرانيين هو اسم شعب الرب حتى في العهد الجديد. عابر أو العبرانيين أو العابرين هو اسم كل واحد في حياة شعب الرب في العهد الجديد، لأن الجين الـ DNA الهوية بتاعت كل واحد كابن للرب هو العبور المستمر طول الوقت طول ما هو ماشي وراء الرب. أنت في حالة عبور مستمر. مش مقاصد الرب أبدا ركود، ومش مقاصد الرب أبدا أنك بتدور ماشي بس بتدور. مقاصد الرب دائما عبور. تقول لي ليه عبور؟ أقولك لأن دائما أنت على حساب حاجة بتعدي، على حساب سد، على حساب نهر، على حساب بحر، على حساب مقاومة، على حساب إعاقة، على حساب العدو. بس العبور ده الدفع ثمنه بالكامل في يسوع المسيح. عشان كده مكتوب عليه في غلاطية هو فصحنا. كلمة فصح يعني عبور. عارفين الكلمة جاية من فين؟ كلمة جاية من الدم لما تحط على العتبة والقائمتين في أرض مصر. فالمهلك عبر والرب عبر وكان بيقف بالباب فيدع المهلك يعبر عن شعب الرب. ليه؟ العبور ما كانش فقط عبور البحر الأحمر. كلمة عبور هي كلمة ملغمة بمعاني روحية. كلمة فصح كلمة ملغمة بمعاني روحية. كلمة ان احنا بنعبر وراء يسوع كلمة ملغمة. يعني ايه ملغمة؟ يعني كومبو فيها كذا حاجة، مش بس عبور بحر احمر، لا ده عبور المهلك عنك، ده عبور الرب انه يقف على بابك فالمهلك يعبر عنك. فالمهلك بيعبر عنك، الرب بيعبر قدامك، انت بتعبر بالرب. الاعاقة شعب الرب في حالة عبور مستمر. يسوع هو فصحنا، هو عبرنا. كلمة بالإنجليزي جميلة pass over يعني يعبر فوق، يعدي فوق حاجة، يعدي فوق حاجة على فوق. حالة العبور حالة مستمرة في روحك. الروح القدس اللي جواك في بيشتاق بيعطش بيغار من أجل العبور المستمر. تقول لي أنا قدامي الدنيا دي واقفة، قدامي إبليس واقف، قدامي أقول ما حبيبي أنت في حالة عبور مستمر وسلق. وتقول لي العبور ده صعب قوي، أقول لك لا لا لا
العبور في العهد القديم يمكن كان صعب وبنتعلم منه ديناميكيات، بس العبور في العهد الجديد في واحد دفع ثمنه عشان تتعديه بسهولة. بسهولة ايه؟ بسهولة ايمان. ايمانك بسهولة، اي حاجة قدامي انا ليا عبور. ما خدتوش بالكم؟ اقولها مرة تاني، اي حاجة قدام حضرتك ليها عبور. اي حاجه قدام حضرتك ايا كان نوعه، مرض، جبل، مشكله، شخص، ناس، فلوس، امور، اقتصاد، ايا كان، اي حاجه قدامك لها عبور. العدو يعبر عنك، الرب يعبر في حياتك، انت والرب تعبروا الاعاقه. ده الكومبو بتاع العبور، هو ده الباس اوفر، يعني تعدي فوق. الدنيا واقفه بتعدي فوق، السد واقف بتعدي فوق. في بعض احيان ربنا بينقل لك الجبال، وفي بعض احيان يعديك فوق الجبل. ربنا ما عندوش مشكله، مخه مش ضيق، الجبل لازم يتنقل. لا ما تبقاش مخك ده، الجبل لازم يتنقل حبيبي، يطير. فاهمين المعنى؟ في ناس عايزه المعجزه بطريقتها، عايزه المعجزه زي ما هي متصوره. ورب واسع جدا حبيبي، رب متسع جدا، فمحتاج انك تدرك ان القصة والتبعية ما بينك وبين الرب مختلفة خالص عن تبعية انت عابر. والعبور هو الطبيعي بتاع شعب الرب، والرب دائما بيختار ناس من نسل عابر، ودائما شعبه في المسيح يسوع شعب في حالة عبور. يسوع هو فصحنا، هو عبورنا المستمر، هو العبور المستمر. لا تطوفين، اعبري، ضعي قلبك نحو السكة، الطريقة التي خرجت فيها. ليه؟ لأن الرب يصنع أمرا حديثا في الأرض، عروس كنيسة تحيط بالعريس يسوع. وكل من يسمع يقول يباركك الرب أيها الجبل المقدس. ده كنت بقراه لك في أرمية، بس ما كملناهوش لأنه هياخدنا حتة يمين وشمال. لكن ببساطة رب يصنع أمرا حديثا في الأرض، وهذا الأمر الرب عمال بيعمله. أنا ببني العروسة، ببني الإكليسية، ببني الإكليسية بتاعتي دي، والإكليسية دي في الروح مرهبة جدا 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 جدا. دي عروس تحيط بالعريس. يباركك الرب أيها الجبل المقدس، يا مسكن البر. طيب عشان الوقت، كان بعد ثلاثة أيام العرفاء جاذوا في وسط المحلة، أمروا الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللويين حاملين إياه فارتحلوا من أمامكم من أماكنكم وسيروا وراءه، لكن يكون بينكم وبينه مسافة. ليه؟ لأنكم لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. لا أجد آيات تصف الزمن اللي جاي غير أجمل من الآيات دي. أؤكد ليكم لم نعبر هذا الطريق من قبل. أؤكد ليكم لم نعبر هذا الطريق من قبل. الرب فاتح لينا، بيفتح للكنيسة طريق في الزمن اللي جاي لم تعبر فيه الكنيسة من قبل. البديل لهذا الطريق ان نمشي في الطريق العادي. الطريق القديم عمره ما بيفتح ابواب جديده. الطريق القديم اللي انت بتعود عليه عمره ما هيفتح لك ابواب جديده، لانه لو كان فتح ابواب جديده كان فتحها. عايز ابواب جديده تحتاج طريق جديد. طريق جديد يؤدي الى ابواب جديده تفتح. انت جمال. انا اسف اني بتكلم هادي النهارده. احنا محتاجين طريق لم نسلك فيه من قبل، وهذا الطريق ما فيش وصفه. في ناس كتير عايزه الوصفه. قول لي اعمل ايه؟ 1 2 3 4 وانا رهوان وراك. ده دي الوجبات السريعه. ربنا لذيذ جدا، ما بيلعبش بالوجبات السريعه. يعني هو عايز علاقه. هو مش عايزك تاخد برشام تبلعه وراه كوبايه ميه وتمشي. هو عايزك تفضل ما متبت في ايده. ليه؟ لانك لما بتثبت في ايده هو ورا العلاقه.
فبيقولكش كل التفاصيل من الاول علشان عايزك تفضل متبت في ايده. حد فاهم حاجه؟ لان هو ما هو ما كان لخص الانجيل ده في ثلاث كلمات وروحنا شربناهم طب ليه كل ده؟ علشان هو عايزك تتبت فيه، عايزك تخش الاعماق اكثر، عايزك تحفر وراه، عايزك تعطش وراه. ليه؟ لانه كل ما بتعطش هو بتثبت في ايده عشان تعرف السكه، لانه هو ما قالكش كل السكه، لانه هو ورا العلاقه، هو ورا المحبه، هو بيحب ده، هو بيحب انك ايدك تقرص في ايده لانك خايف في السكه بس ايدك في ايده، لانك مش عارف السكه قوي بس ايدك في ايده، هو بيحب ده. فقال قال خلوا عينكم اول ما تجدوا تابوت العهد بيتحرك، خلوا عينكم عليه، سيروا وراءه، لكن تكن بينكم مسافة علشان تعرفوا السكة لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. خليني أذكرك بالآية، مش هفتحها دلوقتي، اللي في أشعياء 55، كما تعلو السماء على الأرض تعلو طرقي عن طرقكم. مش معتادة، ما مشيناش فيها قبل كده، ما مشيناش فيها قبل كده. ما قالش ابراهيم من هو في أور الكلدانيين، بص حبيبي اطلع من هنا على شكيم، من شكيم خش شمال على حبرون، من حبرون اطلع على اوصل كده جي بي اس توصل بالظبط كنعان خلاص. ما قالوش، قالوا انا اخرج معايا الى الارض التي انا اريك اياها، هي دي، حط ايدك في ايدي، كل مكان اعمل فيه مسبح. فكما تعلو السماء على الأرض تعلو طرقه عن طرقنا. عشان كده عايز قلبك متعلق بالسماء، قلبك متعلق بالحضور، ما ينفعش قلبك يبقى متشتت. هو دي القصة كلها، دي الجملة اللي جوايا اللي أنا عمال برجع لها النهاردة. ضعي قلبك على السكة، على الطريقة التي ذهبت فيها حتى متى تطوفين. لا تحفر لنفسك أبار مشققة لا تضبط ماء، تشبث به في المكان السري، لأنه عايز يكتب بصوابعه على ألواح قلبك، لأن كل ما بيكتب على ألواح قلبك لمعانه بيزداد، فبتتغير هيئتك. فالهيبة السماوية اللي رب عايز يطلقها عليك وعلى الكنيسة في الزمن اللي جاي بتحصل لما هو بيكتب بصوابه على ألواح قلبك. طرق أعلى كما تعلو السماء على الأرض، كما تعلو السماء على الأرض طرق أعلى. ففي طريق مختلف، الطريق اللي احنا داخلين فيه لم نرى من قبل. لو مشينا بنفس الطريق مع ربنا مخه واسع جدا، ربنا مش ناموسي، مش بيتقمص. عارفين ربنا ما بيتقمصش؟ ربنا لذيذ جدا، ما بيديكش كتف ويتقمص ويبوز سكر. عايز تكمل في نفس الطريق، انا ابوك ما بيتبراش، لكن انت ما بتستمتعش وما بتخترقش. حد فاهم حاجه؟ ما بيغسلش ايده منك، بس هو عايز يفتح لك ابواب جديده. الطريق القديم ما بيوصلش الابواب الجديده، كله طرق جديده، كل طرق. تقولي يعني ايه طرق جديده؟ بتكلم دايما بتتكلم كلام غريب قوي كده، ناس لذيذه تيجي تقول لي كده. طرق في قلبك، طرق علاقتك معاه، طرق وقفتك معاه، طرق علاقتك الشخصيه، انت وانت بتفكروا ازاي، انت وانت بتتكلموا ازاي، انت وانت قدامه ازاي، انت وانت في البيت، انت وهو في الخدمه. رب يفتح طرق جديده لهويتك، طرق جديده لوقفتك، لشخصيتك، لنفسيتك، لصلابتك، لارادتك. هي دي اللي انا بتكلم عليها بقالي شهر وعمال بقول لكم احنا داخلين على ارض اسمها ايه؟ ارض قياس قامت، ملء المسيح، ملء القصد، ملء المشيئه، اللي فيها طرق حياتك مختلفه. ربنا واخدنا لطرق مختلفة في قلوبنا وفي نفسياتنا وفي حياتنا وفي وقفتنا. هذه الطرق هي طرق يسوع فينا، هي طرق السماء فينا، لأن كما تعلو السماء على الأرض تعلو طرقه عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا. عايز أبواب السماء تتفتح، طرق السماء بتوصل أبواب السماء، طرق السماء فيك، طرق السماء في حياتك وفي أفكارك وفي بيتك، طرق السماء فيك بتفتح أبواب السماء لحياتك، لأن الطرق الجديدة بتفتح الأبواب الجديدة. الطريق القديم اللي انت اتعودت عليه واللي نعرفه أحسن ما نعرفوش، دي مش آية. أقولها مرة تاني، اللي نعرفه أحسن ما نعرفوش دي مش آية، اللي ما نعرفوش أحسن من اللي نعرفه آية. هي مش آية بس هندخلها في الكلام. طريق جديد، خليقة جديدة، اسم جديد، كل حاجة في المسيحية جديدة. فلما تعرفوش أحسن ما تعرفوا.
يكون بينكم وبينه مسافة. قال يشوع للشعب الآية المشهورة عدد 5 إيه؟ تقدسوا. رب غدا يصنع بكم عجائب. مستوى مخافة روح مخافة. أخبار روح مخافة الرب إيه؟ عارفين إن في 7 إظهارات للروح القدس؟ روح الحكمة والفهم المشورة والقوة المعرفة ومخافة الرب. يقول لك ولذته لذة يسوع في مخافة الرب. أخبار مخافة الرب إيه؟ هو ده تقدسه، هو ده اللي حصل مع يشوع في يشوع. عشان أختم يشوع 5 عدد 13، حدث لما كان يشوع عند أريح أنه رفع عينيه ونظر إذا برجل واقف قبلته وسيفه مسلول بيده. صار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ دايما بقولها سؤال غلط. قال كلا، أنا رئيس جند الرب الآن أتيت، أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد. قال له بماذا يكلم سيدي عبده؟ ده السؤال المظبوط. فاكرين السؤالين؟ أول سؤال ليشوع، هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ يا حبيبي السؤال الصح، بماذا يكلم سيدي عبده؟ قال رئيس جند الرب ليشوع، اخلع نعلك من رجلك، المكان الذي أنت واقف عليه مقدس. كلكم سمعتوني بقولها بسرعة بس بقولها ببطء وأختم. تقدسوا. مخافة الرب، أرضك لازم تتملي مخافة الرب. حضوره بيقدس الأرض تحت رجليك. الأرض ما كانتش مقدسة قبل ما رئيس جند الرب الآن أتى جا فيها، بس رئيس جند الرب موجود جواك. إذن أرضك مقدسة. أنت محتاج تكون في حالة مهابة ومخافة مستمرة، لأن اللي قدس الأرض وخلى موسى يخلع عليه، اللي قدس الأرض وخلى يشوع يخلع عليه، هو اللي ساكن فيك. سلام. عشان كده اسم حالتك قدس للرب. أصلا الروح اللي ساكن فيك اسمه روح القداسة. بنقولها روح القدس، كان ده اسمه مركب عبد الحميد. هو اسمه روح القداسة، هو اسمه روح القدس يعني، ما لا، هو اسمه روح القداسة. الروح اللي ساكن فيك اسمه روح القداسة، روح المهابة، روح المخافة، روح اللي خلى موسى ويشوع يخلعون عليهم، لأن الأرض بقت مقدسة. أرضك بتبقى مقدسة. إيه أخبار السجود؟ أنا بوعظ كل الوعظة الأولانية بتاعت يوم احتفال رأس السنة. إيه أخبار السجود؟ مش هوعظ الوعظة التانية، لأن الوعظة التانية فيها مفاتيح السنة الأربع الجاية. بصراحة أنا مش أنا مشغول بالسنة، السنة اللي جاية مش مشغول. القداسة مهمة جدا. تقدسوا لأني غدا أصنع بكم عجائب. ده وقت مخافة غير عادية، ده وقت مخافة، وقت سجود في أوضتك، وقت سجود. من فضلك من فضلك اقفل الشاشة شوية وقعد، اركع جنب السرير. ليه؟ لأن في حاجات رب عايز يكتبها على قلبك. تقدسوا غدا أصنع بكم عجائب. عارفين لما عارف لما آخر نقطة، لما يشوع سجد بماذا يكلم سيدي عبده وقال له اخلع عن عليك الأرض مقدسة، أخذ إيه؟ أخذ الطريقة اللي ياخد بها أريحة. أخذ الطريقة اللي ياخد بها أريحة. أريحة كانت صعبة؟ لا. أخدانها كان صعب على الإطلاق، سكينة في الجاتو ما عملوش حاجة. عدوا فطر الصبحية كورن فليكس باللبن، عدوا حوالين الأسوار وراحوا الخيمة. تاني يوم كورن فليكس باللبن. في حد بياخد كورن فليكس باللبن؟ مش فاهم ليه كورن فليكس يعني. وعدوا تاني يوم كورن فليكس. تاني يوم تالت بيعملوا ايه دولة؟ يعني مش مكتوب، بس في الاغلب مكتوب يعني ان الجيش بتاع اريحه بص بيعملوا ايد ولا ايه الحرب دي، ايه الحرب دي؟ وفي اليوم السابع
أخدوا معهم بس حبة أبواق زيادة وعدوا سبع مرات وفي الآخر أنبوقوا هي. الاستراتيجية دي اتخذت لأن كان في مهابة وكان في سجود ورب أم كتب بصوابعه في ألواح في ألواح قلب يشوع الطريقة اللي هي مختلفة خالص عن طرق انتصار البرية. تدخلين الأرض مدخلين في طريق لم تدخلوا فيه من قبل. ممكن تاخد الآية دي وتقول الصعوبات ما حصلتش قبل كده. أريحة صعبة جدا بس سهلة جدا لأن الطريق الجديد بيفتح أبواب جديدة تخلي المواجهات الصعبة أسهل من مواجهاتك الأبسط اللي كانت في البرية. كما تعلو السماء على الأرض تعلو طرق عن طرقهم. فطرقي في الزمن الجديد في الطريق الجديد تخليك تلف حوالين أسوار فتسقط السور في مكانه لأن طرقي مختلفة خالص. وطرق الأرض الجديدة الطريق اللي انتوا داخلين عليه ده اللي لم تدخلوا فيه من قبل انتصارات الرب فيه مختلفة خالص. طريقة الانتصار مختلفة خالص. لو انت في أيام البرية انتصرت كان يوم احتفال وغنيمة غير عادية من خلال السيف ومن خلال الوقفة ومن خلال الصوم ومن خلال وأنا مع السيف ومع الصوم ومع الصلاة ومع كل حاجة ومع المجهود ومع كل حاجة من الحاجات دي ماشي. لكن لو بالحاجات دي انتصرت في البرية وجيت تعمل الحاجات دي عند أسوار أريحة تطلع لسانها. حد فهم حاجة؟ لأن طرق الأرض الجديدة ما ينفعش فيها نفس الطرق اللي نجحت في مراحل قبل كده. الحاجات اللي نجحت في مراحل قبل كده بتخلي المرحلة الجاية صعبة. الطرق الجديدة بتخلي المرحلة الجاية سهلة جدا. عشان كده مهم قوي إن قلبك وقلبي يسكنوا قدام الرب عشان ربنا يكتب في قلوبنا كما تعلو السماء تعلو طرق عن طرق. أمين. تعال نغمض عيننا ونصلي.